لطالما عرفت ولاية عين تيموشنت بإنتاج أجود أنواع العنب، وجهتنا كانت صوب مدينة أغلال التي يشتهر مزارعوها بإنتاج العنب، رغم العراقيل الكثيرة التي يواجهونها في الآونة الأخيرة، خاصة ما تعلق بالتغيرات المناخية والجفاف. العنب اللي أنا قاصبينه هو الدولي، ما عندنا لا ماء، فالكيبان ناقصين، الكيبان راه داها غير بريفي. كانت لونسيفي معنا معاونتنا، راك داها غير بريفي. الماء ما عندناش، الماء ما طوناش باش نحفروا حسيان. التريسينتي ما عندناش. وراك العنب النوع اللي نوحدو ها النوع تاعنا، شحال من عام. هذا داتي، بنانسي داتي. هذا ديبوشي. هذا يقول له سانسو. ثلاثة تاع النوع ننسوهم. الكاردينال داتي والفيكتوريا وأنواع أخرى من عنب. اختلفت أنواعه واجتمع إنتاجه بولاية عين تيموشنت، غير أن غياب مساحات التسويق ومصانع للتحويل أرق كثيرا الفلاحين في المنطقة. كل شيء داروا المجهود تاعهم بس ما يبقاش، يبقى الصحراء خاطر هذه الدالية تقضب الأرض وتشد. إذا كان جافه بودي 3 سنين، 3 سنين تبدل المنتوج، تبد قوة. ما كانش إعانة ولا جاو سقسة وباه هو الطريقة اللي ناخذوها، والو والو والو. هاو خاصنا مصانع يخدم الشيء. هذا الشباب فين راهم لاقدين؟ يعطوهم مصانع، يعطوهم مصانع للشباب، يعطوهم يديروا زينات كما تاع لونسيفي راه غير مبلع، يعطوا الشباب. فوالا وغلال، غلال راك تشوف هنايا هي الأولى في العنب، هي وبرقش، هي واد برقش في العنب. كان واد برقش وغلال. يتطلع فلاح ولاية عين تيموشنت لتحقيق أرقام قياسية في إنتاج العنب، حيث عاد إنتاج العنب بقوة بعد تقلصه خلال السنوات الفارطة، لتقدر المساحات المغروزة بالكروم لما يقارب 13 ألف هكتار.